منور. الله ينور عليك. ومشرف. انت اللي منورين. اول مره تظهر على قناه المجد؟ اول مره اكون على المسرح بشكل عام. واضح جدا مره انك ما انت مرتبك يعني إن شاء الله. وامورك طيبه فيكم. يا مرحبا حياك. من الرياض ولا من برا الرياض؟ لا من جده. من جاي من جده. مشي ولا طيران؟ كلها مع بعض نمشي ونطير. الله يحييك. الله منورنا. الله الوقت يحييك. امامك 180 ثانيه لعرض فكرتك امام اللجنه. كل التوفيق لك. الله يوفقنا وياك. نبدا. بسم الله. بسم الله. حياكم الله. شكرا هذه الفرصة، وأنا سعيد حقا أني أعرض لأول مرة فكرة على جمهور قناة المجد والسادة الكرام لجنة التحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الغالب تحضرنا بعض الصور اللي ممكن نقول أبناء فارقوا الحياة، أو أطفال منعتهم ظروفهم أو حبستهم الأمراض عن مشاركة إخوانهم و أقرانهم أو كذلك والديهم في مسألة اللعبة التربوية. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. انطلقت فكرة عربة لقمان لتكون عبارة عن فكرة تشبه السيارات بيع الأيس كريم أو المثلجات على الشوارع، أو سيارات بيع المأكولات السريعة في المنتزهات. طبعا تستهدف الفكرة الأطفال ما بين سن 5 سنوات إلى 14 سنة، وكذلك أبناء الأطفال اللي هم مع أهاليهم في المنتزهات البحرية أو البرية المفتوحة المتاحة لعموم الناس. طبعا هي الفكرة في الغالب أهدافها ما بين إعطاء الطفل قيمة تربوية بأسلوب المرح أو اللعبة، وكذلك الترفيه أو إشغال الأبناء عن والديهم في أمثال هذه المنتزهات، بالإضافة إلى تدوير مبالغ المشاريع أو فكرة المشروع على تطوير المشروع في حد ذاته. الفكرة هي عبارة عن استثمار اجتماعي، إعطاء قيمة مقابل مبلغ مالي معين لغرس فكرة أو قيمة تربوية للطفل. الفكرة هي عبارة عن سيارة مقصورة الأمامية، هي عبارة عن غرفة للسائق وكذلك مكان للدفع. يتجه الطفل لشراء قسيمة بمبلغ معين، ثم يذهب إلى النوافذ الخمسة اللي في خلف السيارة، وكذلك خلفية السيارة هي عبارة عن صورة وإضاءات، وكذلك شخصية الفكرة اللي هي التسمية التسويقية حكيمه تظهر في خلف السيارة، وكذلك باركود للتواصل أو التنسيق أو التفاعل أو مطالعة وسائل التواصل الخاصة بالمبادرة. 5 نوافذ وباب واحد. 5 نوافذ، كل فكرة أو كل نافذة هي عبارة عن شكل بابين يفتحان اليمين واليسار أو الأعلى والأسفل، وتكون عبارة عن مجسمات طفولية. مثلا النافذة الأولى عبارة عن شكل قلب ووردة، إيحاء أن هذا الأب وتلك الأم أو العكس. داخلها شاشة تفاعلية فيها عدة خيارات، اختار الطفل شاشة اللمس ويركب سماعة طبعا بحيث أنه يسمع إيش اللي يقال، لكن اللي حوله ممكن يشاهدوا معه، الطفل نفسه ممكن يسمع. يختار الخيار الأول مثلا مقطع مرئي، وقد شاهد البعض مقطع بسيط جدا. معذرة. كمل كمل بسرعة. طيب مباح الفكرة لو في شيء بسيط بس على عجالة كذا سيد طارق. طيب نقاط مهمة تفضل هنا بجانبي بس. بسم الله. لو في نقاط مهمة كذا على السريع تبغى تذكرها. أبرز شيء ما ذكرته هو المخرج النهائي. المخرج النهائي استهداف 1000 طفل. أيه. بغرس قيمة تربوية بأسلوب التعليم التلعيب، واستثمار اجتماعي في الفكرة. تأخذ أكثر من شكل منتج، عبارة عن مركز في مول أو نقطة بيع في مكان معين في كورنيش أو غيره، وكذلك تطوير المشروع ليكون مشروع منتشر إن شاء الله في أنحاء المملكة. الشباك الأول قال وفي شاشة ثاني بسرعة كذا. الثاني عبارة عن شكل مختبر وطفل يلبس سماعة كأنه طبيب. الفكرة طبعاً لداخل شيء ثاني، تفاصيل كثيرة. بسرعة بسرعة. طيب الغرفة الثالثة هي عبارة عن شكل مركب بحري ودراجة بحرية أو أمواج، داخلها ثلاجة مثل ثلاجات المطروحة في المطارات، تعرض فيها أكثر من هدية داخلها. الفكرة الخامسة اللي هي عبارة عن بابين ممكن يفتحهم الطفل، يكون على شكل طائرة ومركب فضائي، بحيث أنه يفتح ويدخل داخل في لعبة تفاعلية بالشراكة مع الجهات التربوية. يا سلام. طيب نسمع لجنة تحكيم وتعليق على المشروع. سيد عبد الله بدأ معك. الفكرة مكتوبة رائعة جدا، أنا من الأفكار التي عجبتني صراحة. الله يسلمك.
طبعا حتى الاسم عربة لقمان والاسم التسويقي حكيمه، وبغض النظر أن نتفق نختلف لكنها رائعة جدا، تقسيماتها مكانها الفكرة كتفاصيل واضحة جدا بالنسبة لي من خلال المكتوب. يمكن في الشرح ما يعني ما سعفك الوقت أنك تشرحها بشكل مميز وكامل. أنا عندي سؤال واحد، أنت قلت استثمار اجتماعي، بمعنى أن هذا مشروع سيدفع عليه فلوس من المستفيدين، يعني اللي بيجون منتزهات بيدخلون أولادهم ياخذون فلوس صحيح؟ هي سيارة توقف ويجي الطفل يأخذ القسيمة ويرجع. طبعا ما ذكرت حاجة اللي هي يأخذ وجبة صحية طبعا بعد كل اختيار كل جميل طفل. أنا أقصد أن تشغيل هذا العربة من خلال رسوم المستفيدين كذا صحيح؟ ممتاز جميل ممتاز. فالك التوفيق وفكرة مميزة. شكرا أستاذ عامر. والله ما شاء الله تبارك الله فكرة مميزة. الصعوبة في التشغيل هذا قضية، القضية الثانية بعد تطوير الفكرة مثل ما نشوف يأجرون الآن سيارة سكريم للأسر في الاستراحات، مكينة فيشار، ممكن هذه أيضا يتم التفكير في ركن يؤجر أو السيارة نفسها تدخل في الاستراحة ويصير فعالية لأطفال الأسر. يا سلام. ولا تأخذ وقت طويل، فقط حوالي نصف ساعة وتشغل بشكل كفؤ ويصير فيها نجاح باهر إن شاء الله. يا سلام. أستاذ هادي ما شاء الله تبارك الله، الفكرة من أجمل الأفكار اللي مرت، رائعة إبداعية. عيبها الوحيد أنه ما تدربت الله يصلحك عليها 180 ثانية قبل البرنامج، لعلك تتدرب بالأشياء زي كذا عشان تظهر الفكرة بجمالها. الفكرة فيها أشياء توقعتها أنا يوم قرأتها، واختيارك لخمسة أبواب توقعت أنك تربطها بهرم ماسلو مثلا، وتقدير في البداية الهواء وكذا، ثم بعدين وتربطها في تربية الابن والخدمات اللي تقدم في كل دريشة تحقق شيء معين للابن حتى يصل إلى تقدير الذات. الفكرة حتى لو بدون هرم ماسلو أنا أشوفها مرة إبداعية جميلة، وأبرز ما فيها وضوح النماذج والأهداف فيها والأدوات والوسائل. المسألة واضحة تماما، يعيبها أنها سيارة سكريم ولو أخذت دنة كبيرة ولها آلية معينة وتم تصميمها، وأتوقع أنها من الأفكار الميدانية الجميلة اللي تدخل العالم التسويقي الترفيهي التربوي بشكل جدا ضخم. فالك التوفيق والفكرة رائعة. أستاذة نسيبة وزير تفضلي. يعطيك العافية أستاذ طارق. تبارك الرحمن، الفكرة جدا إبداعية، وأنا أستمد مجال الطفل فعلا السوق في شح مثل هذه الأفكار والمبادرات القريبة. سهل اني اتصل عليكم او استاجر منكم تجوني تسوون برنامج اطفال في الاستراحه في اي تجمع، فالفكره جميله جدا. التوزيعات ابداعيه حقيقه، ويعني اعتقد ان اذا نفذت الفكره مساحه التطوير في الافكار جدا واسعه. الله يعطيك العافيه ويقويك. كل الشكر لك، يعطيك العافيه، استريح.